السيدات والسادة، محمد حلمي ميمي يحييكم من داخل مطبخي وبجوار شبشب حمامي. ننقل لكم مباراة حاسمة ما بين عريس وعروسته غضبانين سوا. يا ريت بسوني يبطل تكبر ويبص لنا، مش انت يا غبية، غالبا بيبص للمدير الفني رايح وهيرجع. نبدأ المباراة. الشوط الأول بيبدأ بيقول لها جسمك عاجبني، بتقول له خمسة في عينك، وبتهز له ديلها وفيها إرسال شتايم من تحت لتحت. بيقول لها يا بنت انت مراتي، قالت له هي اتلمي يا عنايا، وراحت بصه له بصه مش تمام، مسكت في وشه زي ما احنا شايفين ان القطه هي اللي مسيطره، بتقول له اديك في الوش، تقول معلش، قال لها اديكي من تحت اصل انا ريحت، ومش عارف في عطاء داخل كده في الكلام، وبيهجم باسيوني وعايز يمسك في ليلى هوبا ولكن مش سايباه، والوضع ده اسمه يا معلمني ابوس ايدك ارحمني. وزي ما انتوا شايفين هي مصدره له الطرشه، فبيرجع باسيوني خطوه لورا وبتاخد القطه بوينت، وبنحاول نكمل. زي ما انتوا شايفين بتهز ديلها، منها بتهوي ومنها بتبعت شتايم. القطه بسكوته بتنام في وضع مغري جدا، وبتقول له لان الحلال اجمل سانتظر، قال لها يا بنت انت مراتي، وبيبص على قلتها باغراء كده ويقول يا ما نفسي فيك يا بلح بس النخل عالي وانا مش قادر امسك حبالي، ونفسه ينقض عليها مش عارفين هيقدر يعمل، وهو بينقض ما بيرحمش، ولكن برضو هي له بالمرصاد، وبتديله تقول له خمسه في عينك ما تبصش على اللي فيا، ده انا طول عمري مهله بيا، وبتديله جاك في هوك تخبم، وبتقول له اوعى يا اللي هي الحركه اللي بنزو بيها بعضينا، وهنا بتقول له مش هتلمسني غير لما تمضي على القايمه، قال لها القايمه دي تبقى امك عشان سكت لك ولا يا بنت ايه عند راح بتدخل فيها، قالت له لا يا عنيا ده انا من الجماليه، وراحت ايه هزه قلتها، قال لها بقول لك انا سكت لك عشان خاطر اخوكي كان صاحبي وكنا بنشرب مع بعض سجارتين، كان في قصه ما بينهم يعني، بس القطه بتقول له ما يحكمش، وبتجري تقول له لو عايزني اطلبني في محكمه الاسره. وبرجع لكم تاني يوم محمد حلمي ميمي باحداث الشوط التاني، احداث مثيره بعد بسكوته ما حلقت شعرها، وباسيوني نازل فيها عز وبيقول له جرى ايه يا جعيد يا بواب، ايه اللي طلعك؟ مش عارف ان عندي حريم في البيت، قالت له والله العظيم انا مراتك بس بعد ما قلعت فستان الفرح وشلت الميك اب. وهنا باسيوني عرف انه اتدبس وكل ده كان بوش اب، وابتدى يفكر ازاي انه هيسترد الشبكه، لانه لو سابها هيقولوا له ما انت اللي سايب مالكش عندنا شبكه. بيقول لها هنا يا وليه انا اللي مصبرنا عليك اني ماضي على قايمه، وانك بعد ما حلقت شعرك بقى فيكي شبه من جوز عمتي، وما اقدرش امد ايدي على راجل كبير، قالت له ايدك هتنمل ومش هتعرف تكمل، وبيجري وراها عشان يلحقها، بس تقول ايه كده النسا مع جسم الرجال عامل ميكس ابن جنيه كلته علقه سوبلكس في الارض. الراجل راجع بيشتكي لنا يا جماعه، بيبص للكاميرا عايز حد يغيته. وهنا بتثبته وبتعرفه مقامها وتحط ايديها على وشه وتقول له تهزر معايا قشطه، العشم ياخدك هناخدك، ولكن بيمد ايده بس مش عارف، فبيقول لها طب ينفع كده طب يرضيكوا كده، وبتقول له لا لا زي ما انتم شايفين، فيعمل ايه عايز ينقض وعايز حقه وعايز الذهب والشبكه اللي امه كانت محوشه ومديها له، فبيفكر ان هو ينقض عليها مره تانية، ولكن هي مش رحمه بينقض برضو، ولكن هي برضو يا جماعه عنيفه، حاول يكلم النفس الطيبه اللي جواها وبيقول لها يرضيك يا عم تنام جنب واحده تصحى تلاقيها ابن خالتك، قالت له لو ما لقيتنيش حكها في النيش. وهنا باسيوني لما دخل في الضلمه اكتشف انها شبه سنجاب الغاب، فبقى عايز ينتقم مش عشان اللي عملته فيه، عشان ما تاذيش حد تاني من البشريه، وبيهجم باسيوني وبيضرب، ولكن هي برضو لقوا بالمرصاد وبتقول له اديك في القله تقول يا حلوله، وبيقول لها كان نفسي اتجوز واحده، قالت له هي لما تحس بأديني حس. والى هنا تطلق صافره الحكم في اول ليله من ليالي جواز باسيوني وبسكوته، فما بالكم بقيه الليالي اللي هتنزل على الانستجرام وعلى اليوميات باسم محمد حلمي ميمي الذي كان انقل لكم المباراه. ولو ناوي على الغرام اعملوا لي فولو انستجرام هتشوفوا اليوميات مع ميمي وباسيوني وبسكوته، ولو عايزين فيديوهات لباسيوني وبسكوته ولياليهم ولاولادهم ابعتوا لي في رسائل الصفحه على محمد حلمي بالعربي او بالانجليزي، وتابعوني على الانستجرام وتابعوني على اليوتيوب، وخليك في صفي عشان بصفي.